اهلا بيكم متابعين قناة ايمي. النهاردة بقى عندي فكرة جديدة هتعجبكم قوي. عمل ونش في البلكونة بديل السبت، ونش بالكهرباء، يعني هترتاحي وانت بتنزلي السبت وبتجيبي الطلبات، هيبقى بالكهرباء بس بقى ايه للأدوار العليا، يعني كل اللي في السوق طبعا أدوار لغاية السادس، احنا بقى خليناه وركبناه لغاية العاشر والحداشر والاتناشر. طبعا عملنا تعديل بكرة الواير، بقت من 20 متر بس اللي هي كانت موجودة في السوق لغاية اللي هو الدور السادس، خليناه واير 40 متر، يعني لغاية الدور العاشر والحداشر والاتناشر. كل الونش اللي موجود في السوق 20 متر بس، احنا بقى خليناه 40 متر. تابعوني بقى عشان هتشوفوا حاجات حلوة قوي وأكيد هتعجبكم. كده الخراط، بصوا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير عشان انتوا كل مرة بتنسوني. لو الفكرة بقى عجبتكم طبعا مش هفكركم بقى، لازم تشتركوا في القناة. ماشي، كده الخراط شغال في القطعة الأساسية اللي هي ماسكة الموتور، وهكتب لكم طبعا في صندوق الوصف صاحب الفكرة، في صندوق الوصف هكتب لكم رقم التليفون زي ما احنا متعودين. طبعا في صندوق الوصف هسيب لكم رقم صاحب الفكرة، وطبعا ادعوا لي بقى دعوة حلوة. كده الخراط شغال في الجزء اللي بيتركب فيه الواير نفسه، وفي جزء تاني اللي بيتثبت فيه الموتور، ده الجزء اللي بيرفع بيه الواير اللي احنا بنسحب بيه يعني الثبت نفسه، ده بقى الجزء التاني اللي بيتدخل فيه الموتور. وطبعا الثبت طبعا حديد، ده اول قطعة كده ايه خلصت اللي بيتدخل فيها الموتور، والقطعة التانية اللي بتثبت فيها الواير عشان يطلع وينزل الثبت براحته. ودي الايد اللي احنا بندخل بيها الثبت لغاية البلكونة من جوه. دي شكلها، يعني ممكن تشيلي في قلب السبت ده شوار رز كامل كده، يعني ما تستقلهوش، هو طويل وما شاء الله وكويس. وكده بقى ايه شكل السبت. دي القطعة الأساسية اللي فيها الموتور، وثبتنا فيها القطعة اللي فيها اللي هتبقى فيها الواير، ودي القطعة اللي هتتثبت في قلب الحيطة عشان ندخلها لغاية جوه ونطلعها بره وتبقى ثابتة في قلب البلكون. يعني الإيد دي بندخلها ونطلعها كده، احنا بنتحكم فيها من داخل البلكونة لخارجها. وده شكل الثبت، الحداد تخلصه ثبت طويل مش صغير. وطبعا لازم يدهن عشان الصدى ونقدر نحافظ على شكله. وطبعا وديناه عملناه كسوة خارجية وداخلية، وعملنا قطعة رخام من جوه عشان تحافظ على اتزان في طلوعه ونزوله، عشان بيطلع الدور العاشر والحداشر والاتناشر. رشينا كل قطعة معمولة عشان نقدر نحافظ عليها طبعا من الشمس وكمان من الصدى. كل القطع طبعا اترشت، فكرة جميلة، بدل ما تنزلي السبت بإيدك لا انت هترفعيه دلوقتي بالكهرباء. والفكرة دي عندي وانا منفذاها، واتمنى تعملوها زيي اللي عنده ادوار عليا. بصراحة الفكرة دي هتناسبه قوي لان انا جربته وفعلا فكرة حلوة. هتدعولي والله، هسيب لكم طبعا الرقم في صندوق الوصف زي ما قلت لكم لصاحب الفكرة بتاعة الونش الكهرباء.
وهوريها لكم طبعا وهو طالع وهو نازل. اهو خلاص اتنفذ واتثبت في الحيطة وبيطلع وبينزل. والفكرة دي عندي، واي حد عاجبه الفكرة اتمنى يعمل لي شير ولايك وسبسكرايب مع ايمي، واشوفكم في رعاية الله. واتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتشيروه لكل حبايبكم، لكل عنده دور عالي ومحتاج الفكرة دي. واشوفكم في رعاية الله.